صح. مصباح عبد السلام مرحبا بيك. وبيك عايش. برشا من جيلي اللي ما يعرفوش الوجه هذا. من الاولاد الشباب الصغار اللي في اواخر التسعينات من بعض من الاغاني اللي عملتهم الفوزي بن قمره وكانت على راسهم الاغنيه اللي ضربت عملت التوب. ما شاء الله عليها هي نجيبك نجيبك. حكينا عليها شويه. مصطفى عبد السلام بروحي بعمل برشا مربيه ما يعرفونيش. مصطفى بن عبد السلام شاعر شعبي شاعر اغنيه. عندي عندي انتاج في اغاني كتبت صلاح فرزيد. شنو كتبت صلاح فرزيد؟ بعوني بلاد الليل. بعوني بلاد الليل. عندي هادي حبوبه الاحلام والحلم والخلل الحزام سوف ترجع. كتبت نور الدين الكحلاوي. يكتم سرك يا انسان وغني غني يا فنان حما حما شطبي. كتبت الحبيب الشنكاوي هي ليلي ليلي يا طفله كنت كرتاني وعده فنانين. ما شاء الله مجموعه. فوزي بن قمره كتبت نجيبك نجيبك خذيت صداك بياسر والحمد لله والشكر لله كون الانتاج نتاعي وكل معناها الاغنيات كلهم الحمد لله وصلوا في مستوى معناها ماشي. وعندي انا طريقتي الخاصه في كتاباتي وحتى في تقديم النصوص لبعض الفنانين المطربين وكل شيء. انا من الناس اللي مش بخيل برشا الناس يلوموا عليا كيفاش ما نعطيش جوج اغنيات ولا ثلاث اغنيات لواحد برك باش يحطوا هذا. انا من الناس نقول انا من الناس نقول واحده برك ونرميها مع جمله واحد نحطها مع جمله الشعراء في البوم كان اغنيتي نجحت نلقى راني انا معناها في الطريق الصحيح وكان نجحت لازم نعاود نروح نشوف نعاود معناها حساباتي ونشوف ما شاء الله. خذيت منهجيه جديده توا عندي مده من بعد فن الشعر والدربي واحد كل شيء خذيت منهجيه جديده نسميها شعر الحكمه. شعر الحكمه هي مرتبطه ماهوش صوفي 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 لكن مرتبطه بواقع نتاعنا نحن كمؤمنين. نحن فما نقول لك مؤمن وعاصي. رزينا شويه كلمه عاصي انا نقول مؤمن وغافل مؤمن ومقصر. لذا خذيت منهجيه جديده نتاع كتابات خرجت لها ديوان عندي الغافل من تحكي على الانسان كيفاش نحن نستنى فينا خاتمه. الناس تقول مثلا نعطيك نص نحن نستنى فينا خاتمه. الخاتمه بتاعنا شنو هي؟ ما دام تستنى فينا خاتمه انا جيت كتبت اجري على حسن الخاتمه جاهد نفسك عربها لا تخليها هايمه حب الدنيا مشخشبها هالدنيا مركب عايمه معاك الشيطان راكبها ثانيه ماهيش دايمه علاش تجري باش تكسبها. ما شاء الله. غرق فيها لما كنت بوالبها غرديت فيها بحال ولا صبرت على مصايبها وصبحت مع الجوهر الضايع بين مساربها مخلط حرام وحلال وناس شرع واخذها. ما شاء الله. هذا من بالنفس هذا والناس اللوم على الانسان كي يبقى في الدنيا والناس يروحوا ليكونوا يوم في يوم ما باش يموت. شو نقول له انا؟ نقول له بالك تقول من عاد يغلي بالظلم عليت وطريق فرعون تبع الجاه والمال تبليد جبرت تغيت زعت محيط من بال نسيت انك من طين تصنعت وترجع له ما محيط ونسيت انك راحل نسيت انك انسان من عريان للدنيا جيت شبرين من الكتان اول ما به تكسيت مهما عليت في الشان مهما الخد سعيد ايامك بالعدان وترجع منين بديت مشكور نسيت انك راحل من دنيا فيها تغيط شيطانها خلك غافل بعقبتك ما تلهيت بالله ردك جاهل فت حدود تعديت غدو يخليك واحد ندم تقول يا ليت مالك تقول منات يا اللي بضرب عليك مصطفى عبد السلام كامل مشكور 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 ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه الثقافيه ونقولوا معناها من العناصر اللي تبكي الثقافه واللي تكون معناها وان شاء الله بالتوفيق للجميع لجميع الشعراء وجميع الادباء ورانا يلزمنا نكونوا يد واحد مشكور راهو اذا باش نحبوا الابداع وخاصه نعطيو صوره لبلادنا اللي هي تونس العزيزه علينا لازمنا نكونوا بيد واحد لازمنا نكونوا يد واحد لازمنا نكونوا يد واحد والسلام عليكم. مشكور خويا مصطفى عبد السلام الشاعر مشكور. باهي طلع نتاع نجيبك نجيبك. تاريخ قد ايه اليوم؟ حط لنا تاريخ نتاعها في اليوم 1 اكتوبر 1 اكتوبر 2016